بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا أبنائي الأعزاء في هذه الحصة الجديدة واللي كتعلمنا طبعا بمكون التاريخ، طبعا مادة الجماعيات القسم الخامس ابتدائي، المرجع هو المفيد في الاجتماعيات. نشرح على بركة الله. عندنا هنا الدرس طبعا 12 الثاني عشر، الدولة العلوية، توحيد البلاد وبناء الدولة. نعم، هو آخر درس. أهداف تعلماتي: أتعرف ظروف نشأة الدولة العلوية ومراحل تطورها، ثم أتعرف جهود المولى الرشيد في توحيد البلاد من خلال الخريطة، وأدرس العمارة العسكرية في عهد المولى إسماعيل، القصبات نموذجا. سنتعرف على القصبات بعد، قصبة كنموذج. أمهد لتعلماتي بعد انهيار الدولة السعدية وتفككها، أسس العلويون دولتهم بالمغرب خلال القرن 17 ميلادية. فما ظروف نشأة دولتهم وما مراحلها؟ إذن سنتعرف على الظروف النشأة ديال الدولة العلويين والمراحل التطور ديالها والجهود التي بذلها المولى الرشيد لتوحيد البلاد، وما مظاهر العمارة العسكرية في عهد المولى إسماعيل. هذا ما سنتعرف عنه طبعا في هذا الدرس. نبدأ بالنشاط طبعا الأول، أتعرف ظروف نشأة الدولة العلوية ومراحل تطورها. إذا ظروف نشأة الدولة العلوية ومراحل تطورها. أول حاجة نقرأ العنوان: تجزئة المغرب بعد تدهور السعديين في النصف الأول من القرن 17 ميلادي 11 هجرية. إذا هنا نلاحظ تجزئة المغرب أي بعد تدهور السعديين، إذا تفكك المغرب. إذا هنا طبعا بحر المتوسط هنا نشوفوا المفتاح، فالمفتاح هو اللي يوضح لنا الخريطة. هنا تيقولنا هنا المسلمون المطردون من الأندلس، لاحظوا هنا المسلمون الذين طردوا من الأندلس فين استقروا. هنا أواخر طبعا السعديين اللي بالأخضر، نعم أواخر السعديين. وهنا العلويون، نعم العلويون، إذا جاوا من هنا العلويون. فهاد السعديين والعلويين فما أشراف. هنا هاد طبعا هاد القرص الأصفر ثغور المحتلة، لاحظوا الثغور المحتلة هذه ثغور أصبحت محتلة. هنا الزوايا عندنا السملاليون، نعم الزوايا السملالية، ثم طبعا عندنا الزاوية الدلائيون، نعم ها هي اللون هذا. هنا لاحظوا تهديدات العثمانيين، كانوا في الجزائر هاي تهديدات العثمانيين، وهذا الرمز هذا هو هذا تيقولنا مركز انطل ما يلاش مزيان ها هي. نعم هذا الرمز هذا مركز انطلاق العلويين واتجاه حملاتي، ما هي اذا ها مركز انطلاق العلويين طبقوا من سجل ماسا، وبشوف اتجاه وجده طبعا تي انسان اللي صد هجمات ديال العثمانيين، وفي الجنوب شو للصحراء. هذا ما سنتعرف عليه. اذا ها الخريطة واضحة. الان سنمر الى الاسئلة. قالنا هنا اذكر، نعم اذكر الزوايا التي كانت تقاسم الحكم في المغرب، وأسمي المدن الساحلية الثغور التي كانت محتلة في ذاك الوقت. إذا الزوايا اللي كانت ها هي عندنا هنا، عندنا السملة طبعا السملاليون ها هي، إذا كاين الزاوية السملاليون أو الزاوية السملالية، السملالية الزاوية السملالية، نعم. ثم عندنا الدلائية يعني الدلاليون، نعم الزاوية الدلائية يعني. إذا عندنا جوج زوايا من موراها، وأسمي المدن المحتلة، أسمي المدن الساحلية يعني الثغور اللي محتلة التي كانت محتلة في ذاك الوقت. إذا هي اللي كتعبرنا على هذا اللون هذا طبعا الأصفر. إذا ها هما كاينة طبعا مليليا، المدن كاينة مليليا، كاينة سبتة، كاينة طبعا طنجة، أصيلة، العرائش، ها ماكينة معمورة، سالا، أزمور، بريج إلى طبعا هنا أكادير وماسة، نعم إلى أكادير وماسة، ماسة نعم. إذا ها هما عندنا هنا مليليا، عندنا مثلا فاس، مكناس، هادو سبتة، طنجة، أصيلة، العرائش، المعمورة، طبعا سالا، أزمور، آسفي، هذه كلها طبعا كانت ثغور محتلة. نعم
هنا تم قالوا لنا السؤال الموالي: أبينوا طبعا الخطر، أبينوا الخطر الذي كان يهدد المغرب من جهة الشمال الشرقي. إذا رجعنا جهة الشمال الشرقي، نعم كل واحد ماذا كاين؟ هذا السهم هذا الأحمر اللي كيعبرنا على تهديدات العثمانيين. إذا الخطر هو تهديدات العثمانيين، تهديدات الدولة العثمانية، العثمانيين. نعم، إذا كاين تهديدات العثمانيين، إذا هذا هو الخطر من جهة الشرق. نعم، هنا الشمال الشرقي، إذا هناك تهديدات العثمانيين. نمر إلى الأسئلة الموالية. أستخلص الوضعية التي أصبح المغرب عليها في مرحلة الدولة. إذا المغرب لاحظوا هناك ولا مجموعة من الثغور محتلة، إذا هناك تفكك، أصبح المغرب يعيش مرحلة التفكك إلى عدة إمارات. تفكك، أو نقول يمكن الإجابة مثلا تجزئة المغرب. نعم، تجزئة، تمت تجزئة المغرب إلى طبعا بعد تدهور السعديين. إذا هناك الوضع هو أنه أصبح متفكك المغرب، تفكك أو تجزئة. أسمي مركز انطلاق العلويين، كما لاحظنا مركز انطلاق العلويين من هنايا، هي مركز انطلاق العلويين، هي هذه، هي ما كتبهالكمش مزيان، اللي هي سنعود إليها. نعم، إذا مركز انطلاق العلويين هي اللي هي سجل ماسا. نعم، سجل ماسا، سجل ماسا. إذا هذه هي مركز انطلاق العلويين. ثم قال لك واتجاهات حملاتهم. إذا سجل، لاحظوا مشاو لجنوب الصحراء، إذا انطلقوا من سجل ماسا جنوبا إلى الصحراء، وطبعا في الشمال مشاو إلى وجدة، طبعا تلمسان اللي هي طبعا مدينة في الجزائر، وجدة وتلمسان. إذا مشاو جنوبا إلى الصحراء وإلى وجدة وإلى تلمسان. نعم، نقرأ هذه الوثيقة. دخل جدهم العلويون زعما المسمى الحسن الداخل للمغرب لما قدم من الحجاز، ونزل بسجل ماسة عام 664 هجرية، 1266 ميلادية، وهو من ذرية فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هو زوج الخليفة علي بن أبي طالب. اشتهر علمه وظهر فضله، وكذلك حفيده المولى الشريف. كان أهل إقليم الصحراء أسندوا أمرهم إليه سنة 1041 هجرية 1931، وكانوا يدافعوا عن بلادهم ويرفعوا ظالمهم عن مظلومهم، وكان يرفع ظالمهم عن مظلومهم. نعم، هذه شجرة طبعا الملوك العلويين الأوائل في مرحلة التأسيس. إذا كان المولى الشريف بن علي، هذا التاريخ طبعا من 1631 حتى 1640. ثم عندنا هذا المولى محمد 1640 1664 1664، ثم المولى الرشيد 1666 1670، والمولى إسماعيل. إذا هذه هي الملوك، طبعا الملوك اللي طبعا تولى الحكم في مرحلة النشأة أو التأسيس. إذا عندنا المولى الشريف بن علي، المولى محمد، ثم المولى الرشيد، ثم المولى إسماعيل. نعم، هنا قالوا لنا مهم، بعد ما قرينا هذا الشيء قال لك هنا أسئلة، أقرأ النص وقرينا النص ثم أستخرج من النص أصل ونسب العلويين. إذا الأصل ديالهم جاو من الحجاز، طبعا من الحجاز. نعم، والأصل ديالهم كينتسبوا إلى آل البيت، آل البيت. علاش؟ لأنهم طبعا من ذريتي فاطمة، من ذريتي، نعم مكتبانش، من ذريتي فاطمة الزهراء. نعم، كما جاء في النص فاطمة الزهراء، نعم بنتي، من فاطمة الزهراء بنتي رسول الله، بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا فهم كينتميو لآل البيت، كينتميو لآل البيت. تاريخ دخولهم كما جاء طبعا في النص 1266 ميلادية، 1266 ميلادية. مكان استقرارهم، نعم حسب النص سجل ماسة، استقروا في سجل ماسة، سجل ماسة حسب طبعا النص.
من وراها استخلص خصال المولى الشريف التي اهلته لكسب ثقة السكان الصحراء والمهام التي اسند اليه. اذا فهو طبعا المولى الشريف، فطبعا كان الخصال ديالو انه كان عالما، اشتهر بعلمه عالما طبعا فقيها. ثم قالوا لنا المهام التي اسندته يدافع عن بلادهم، اذا كان عنده الدفاع عن البلاد، الدفاع المهام ديالو عن بلادهم، وطبعا رفع ظالمهم، رفع ظالمهم عن مظلومهم، يعني إزالة الظلم عن مظلومهم، رفع ظالمهم عن مظلومهم. أتبين من الشجرة الأسماء طبعا الملوك العلوي الأوائل الذين طبعا حكموا أو تولوا الحكم في مرحلة التأسيس. نعم، إذا عندنا هاد الملوك، عندنا الأول هو المولى الشريف بن علي، هو هذا. ثم عندنا المولى محمد، المولى محمد، ثم المولى الرشيد، المولى الرشيد، أعتذر على الكتابة. ثم عندنا المولى إسماعيل، المولى إسماعيل، نعم. هذا طبعا بالنسبة للنشاط الأول. نمر إلى النشاط الثاني. نعم، هنا أتعرف جهود مولى الرشيد في توحيد طبعا البلاد من خلال الخريطة. إذا نقرأ الخريطة، حملت مولى الرشيد في توحيد المغرب في القرن 17. لاحظوا مركز انطلاق العلوي لفتح المغرب، فمن سجل ماسة. نعم، ثم مشاو الى طبعا، اولا جاو من وجده استقروا في سجل مازا، بعدها مشاو الى تازه، الى فاس، الى فاس ومكناس، الزاويه الدلائيه، لاحظوا هي 68 63 مشاو مراكش، تارودانت الى اليخ. نعم، الزاويه السلاليه، وسمي موطن انطلاق العلويين. نعم، موطن انطلاق من طلقه. إذا مركز انطلاق العلويين هي سجل ماسة، سجل ماسة، كنعاودو سجل ماسة، هذا هو موطن الانطلاق. نعم، وتتبع المراحل. إذا من سجل ماسة فين مشاو؟ مشاو لنا لتازة، من مور تازة مشاو لفاس ومكناس، مشاو فاس ومكناس، ثم لاحظوا فاس ومكناس مشاو 66، إذا هنايا 68 الزاوية دلائية. نعم، مشاو للزاوية، نعم، إلى الزاوية الدلائية، مور الزاوية مشاو لمراكش، تارودانت، ها مشاو لمراكش، تارودانت، دانت، حتى وصلوا إلى إليغ 1670، إلى إليغ. هنا إليغ كاين هنا الزاوية السملالية، نعم، الزاوية السملالية، إلى الزاوية السملالية، نعم. هنا أستخلص الإنجاز الذي حققه المولى الرشيد وأحدد الزمن الذي استغرقه هذا الإنجاز. إذا لاحظوا هو قام بهذه الحملات طبعا لتوحيد المغرب. إذا الدور الأساسي هو توحيد المغرب، كتبة كبيرة، توحيد المغرب بعد طبعا ما كان مفككا، توحيد المغرب، وبدا هذاك الشيء من 1664 الى 1670، اذا اللي هي مدة 7 سنوات. كيفاش حصلنا على هذه 7 سنوات؟ غنشدو 1700 1670، نحيدو من 1664، دائما كنزيدو واحد، لان انت 64 واحد، 64 64، نعم 64 65 66 67 68 69 70، نحسبوا 1 2 3 4 5 6 7، 7 سنوات، 7 سنوات. نعم، النشاط الثالث، اكتشف بعض مظاهر العمارة العسكرية في عهد المولى إسماعيل، قصبات نموذجا، ها قصبة بولعوان التاريخية. لاحظوا هنا المدخل، ثم عندنا مسجد، طبعا عندنا إسطبل، عندنا أبراج مراقبة،
ثم عندنا هنا هاد الاسوار الدفاعيه، اسوار العاليه الدفاعيه، وعندنا هنا حي سكني. اذا هذه بعض المرافق ديال قصبه قلوعه. نعم، هنا قالوا لنا ابرزوا مكونات قصبه بوعلان واذكروا اسم السلطان اللي تمت في عهده. اذا المرافق او مكونات القصبه كتكون من المدخل كما هنا، ثم المسجد، ثم الاسطبل، ثم ابراج مراقبه، ابراج المراقبه، ثم عندنا اسوار دفاعيه، اسوار دفاعيه، وعندنا حي سكني. حي طبعا سكني، نعم جيد. اسم السلطان فهذا الشيء تم في عهد المولى اسماعيل، المولى اسماعيل، في عهد المولى اسماعيل. اتعرف معنى القصبة، معنى القصبة هي عندنا هنا، اعتذر، ها هي معنى القصبة، نعم ها هي حصن دفاعي للحراسة وضمان الأمن، وتسمى أيضا القلعة، والتميز بعلوها ومتانة بنائها. نعم، إذا هذه هي طبعا القصبة. أصف الهندسة المعنية التي شيدت بها القصبة انطلاقا من الصورتين جيم ودال. نعم، الصورة جيم ودال، يعني هناك نقوش، هناك الباب، فطبعا وهناك طبعا المتانة، لاحظوا المتانة. و أستخص أهمية القصبة ودورها في عهد مولاي إسماعيل، طبعا فهي للتحصين طبعا، وفيها الأبراج للمراقبة، مراقبة العدو. نعم، وهناك نمشيو دابا إن شاء الله، دابا ندعو شي في علبات الوصف. نمشيو دابا إلى أقوم تعلماتي، أعرف بأصل ونسب العلويين وتاريخ وصولهم إلى المغرب ومكان استقرارهم. إذا الأصل ديالهم قلنا العلويون كينتسبوا إلى، جاو من الحجاز، يعني من طبعا ذرية فاطمة طبعا الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، خصنا نكتبوها، بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا قدموا من الحجاز، استقروا، نعم استقروا بسجل ماسة، بسجل ماسة طبعا القرن 13، يعني السنة 1266 ميلادية، 1266 ميلادية، 1266 طبعا ميلادية. نعم ايه، أرتب العلويين الآتي أسماءهم في الجدول بعد نقره في دفتري، وأحدد فترة حكم كل واحد منهما. نعم، كاين عندنا المولى رشيد، المولى اسماعيل، المولى الشريف، ثم المولى محمد. اذا المولى الشريف هو الاول كما شفنا هنا، المولى طبعا السلطان الاول هو المولى الشريف، هو الاول عنقيدوه، واللي كانت الحكم ديالو حسب الجدول الزمني 1631، 1631 1640. كيجي من موراه المولى محمد، المولى محمد اللي من 1640 ميلادية إلى 1664، 1664 طبعا ميلادية. كيجي من موراه المولى رشيد، المولى الرشيد اللي بدا الحكم في 1666، وعندنا حسب الجدول الزمني، حنا شي كندوها الجدول الزمني 1672، هاي 1600. وأخيرا المولى إسماعيل، المولى إسماعيل اللي هو من 1672 ميلادية إلى 1727 ميلادية، وهذه طبعا هنا شجرة الملوك طبعا الأوائل في مرحلة التأسيس. نعم، هنا قالوا لنا ألخص جهود المولى الرشيد وإيجاد زي توحيد المغرب تحت سلطة الدولة العلوية في فترة إنشائية لا تتعدى 5 أسطر. نعم، هذه سأضعها لكم إن شاء الله في علبة الوصف، حتى ما يكونش الفيديو طويل جدا.